يجلس ظريف على جرح عمره 20 عاماً، فرصاصة إسرائيلية متعمدة في صدره خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 أصابته بشلل في إحدى ساقيه، ليعيش بعدها حياة غير التي انقضت في أيام طفولته. الجرحى لديهم معاناة يومية جراء الأوضاع الداخلية الفلسطينية، جراء الانقسام السياسي، جراء الحصار الإسرائيلي، وندعو إلى استثمار ما أعلنته محكمة الجنايات الدولية بإمكانية فتح تحقيق في جرائم قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، لكي نعمل على رفع دعاوى قضائية على قادة الاحتلال الإسرائيلي لكي نلجمهم ولكي يوقفوا عدوانهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. جراح لم تندمل لأكثر من 300 ألف جريح فلسطيني، منهم 150 ألفا في قطاع غزة. قطعت السلطة الفلسطينية رواتب مئات منهم بسبب المناكفات السياسية، وهم اليوم يطالبون بإرجاعها لكي تساعدهم في قضاء احتياجاتهم اليومية. بداية الإصابة كنت قاضي راتب من هو مؤسسة الجرحى، لكن للأسف تم قطع هذا المخصص بسبب طبعا المناكفات السياسية الموجودة في قطاع غزة. كانت هذا المخصص كان يساعد في تلبية احتياجات البيت والأطفال والحياة، ومساعدتنا كجرحى على اللي هو الاستمرار في الحياة بعيشة كريمة وعيشة طبيعية. ذوي الشهداء والجرحى يرتبط حصول الجرحى هنا على حقوقهم ببعض المشروعات التي تمولها مؤسسات المجتمع المدني في ظل عدم اهتمام الجهات الحكومية بقضاياهم، وهو ما يمنع عنهم كثيرا من الخدمات. حياة الجرحى أصبحت مأساوية من خلال الإعاقات التي تسبب بها الاحتلال ضد جرحانا البواسل، وهذا يقتضي من الكل الفلسطيني وعلى رأسها السلطة الفلسطينية أن تحافظ على كرامة الجرحى وأن تقدم كافة التسهيلات والاستحقاقات اللازمة لجرحانا البواسل. لا يعاني الجرحى أوجاعا جسدية فقط بل نفسية، جراء ما وجدوه من إهمال بعدما فقدوه من جسد وحياة ومستقبل. في فلسطين المحتلة حتماً ستكون نتيجة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي أن تزداد أعداد الإصابات، لكن ما هو غير طبيعي أن تتنكر الجهات الحكومية لحق من دافع عن هذه الأرض. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.